على فكرة أريسون أفول كان احتفل البارح بعيد ميلاده 25، هو من وليد 24 جويلية 86. تغطية من خالد القربي وليد الهجري، ترجع أريسون أفول، مراوغة ممتازة، يتقدم أريسون أفول، سرعة للاعب الغني وفنيات بالنسبة لأريسون أفول، صعود سمح للدرباني للتوزيعة، وفرصة كبيرة ضاعت، فرصة كبيرة ضاعت على مجد التراوي، كان وحده تليق على خط الستة أمتار، لكن التراوي ما تحكمش في الكرة الأخيرة، وضاعت معاه فرصة افتتاح كأس إفريقيا الأمم 2012 اللي ستدور في كل من غينيا الاستوائية والجابون في تنظيم مشترك. كرة في وسط الميدان، أريسون أفول، شوفوا المهارات الكبيرة للاعب أفول، برود الدم للاعب الغاني، كرة في وسط الميدان، أريسون أفول، شوفوا المهارة لصالح الترجي بضربة مخالفة، شوفوا الرقابة اللصيقة من رضوان الفرحي على كابتن الترجي أسامة الدراجي، تتلعب المخالفة في اتجاه اللاعب وجدي بوعاسي، أريسون أفول يرجع البوعاسي أو عفوا الدراجي، أفول ما خرجتش الكرة، يوسف المساكني رمي التماس، سامح الدربالي يربح بعض الثواني، أريسون أفول، أفول يحافظ على كورته، أفول ويربح تماس جديد، يمكن لسعد الجزيري عنده مراوغات ممتازة، عنده توغلات كذلك سريعة في الوضعية هذه، في الواحد ضد واحد لازم تلاعب، عنده فنيات كبيرة. تصويب من أفول وتصدي ممتاز من أيمن المخلوطي، تصويبة رائعة من أفول، تبقى الكرة لصالح الترجي، أسامة الترجي يحاول يتوغل ويرتكب مخالفة، مخالفة ضد كابتن الترجي، تصويبة كانت رائعة من أفول أمامنا الإعادة، وتصدي أروع من أيمن المثلوثي ممتازة جدا. أفول قلنا عمل كل شيء، قاعد يخلق في التفوق العدد على اليمين، يدخل الوسط وقت يلزم، قاعد يسدد يعني تكتيكيا، انضباط تكتيكي اللاعب هذايا في الوقت المناسب، يقوم لك بالحركة المناسبة، لكن الامتياز لحارس عملاق اسم البلبولي في الوقت وفرحة نبيل معلول مع أريسون أفول، وفرحة نبيل معلول مع أريسون أفول، وفرحة نبيل معلول مع أريسون أفول،